التتش اللي أقيم النهارده الصبح قبل ما يتوجه الفريق للجونه. معانا مراسل قناه النادي الاهلي فايز مجدي. مساء الخير عليك يا فايز. وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. عايز اعرف منك تفاصيل وكواليس اخر تدريب للنادي الاهلي قبل ما يتوجه طبعا للجونه لملاقاه فريق الجونه في الجوله ال 24 من الدوري المصري الممتاز. تمام. ابتدى المران النهارده الساعه 12 الا ربع بالظبط استعدادا لمواجهه الجونه زي ما قلت بكره ان شاء الله الساعه 4 من الجوله 24 من بطوله الدوري الممتاز. وابتدى التمرين بمحاضره نظريه في منتصف الملعب من قبل الاساركي للفريق باكمله. ثم تمرينات بدنيه لمده ربع ساعه. بعد كده الاساركي قسم يعني الفريق لثلاث مجموعات، مجموعه القوام الاساسي كانت معاه ومجموعتين تانيين لعب ترفيهي بالكره اللي هو ايه لعب كره طائره بالقدم. اشترك فيها احمد فتحي وازارو واجتمع برضو الاساركي باحمد فتحي منفردا وبرضو بازارو كان في تعليمات كده منه ديهم. وكان الاساركي مركز قوي النهارده في التمرين ان هو معاه القوام الاساسي تعليمات شديده للخطه ان شاء الله اللي هيواجه بيها الجونه غدا. كان في تعليمات كثيره وملاحظات كثيره من قبل الاساركي للفريق. وكان حسام عاشور بيتدرب منفردا مع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل واكتفى محمد نجيب والشناوي وعمرو جمال بالجري حول الملعب. الغريب ان النهارده كان صالح جمعه متواجد لكن ما اتدربش، يعني كان موجود لبسه العادي، كان متواجد في الملعب بيهزر مع زملائه لكن ما تدربش. وقبل التمرين ما يخلص بنص ساعه جاء على الاساركي حسين الشحات ورمضان واجاي اجايه وجيرالدو ان هم يشوطوا خارج منطقه الجزاء لمده نصف ساعه قبل نهايه المباراه. انتهى التمرين. فايز انت بتقول لي ان صالح جمعه ما اتمرنش النهارده بس كان موجود في الملعب. موجود موجود. هل هو بيعاني من اي اصابه؟ لا 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 ما كانش بيعاني خالص. ما هو ده الغريب في الموضوع حتى ما قدرناش. الكابتن سيد عبد الحفيظ حتى ما كانش متواجد، ما شفناهوش، يعني هو ظهر كده في الاول بعد كده ما كانش متواجد في وسط الملعب حتى عشان بيسالوا. الغريب ان هو كان صالح جمعه موجود وبيشارك الفريق بس اللي هو كان لابس لبسه العادي جدا وواقف بيهرج مع زملائه لكن ما شاركش في التمرين، وده كان الغريب النهارده. لكن انتهى طبعا التمرين في تمام الساعه الواحده ظهرا. تمام. ونستعرض برضو كده سريعا قائمه ان شاء الله الفريق بكره في مباراه الجونه. هيكون في حراس المرمى اكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير هيكون متواجد برضو في التشكيل. سعد سمير، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول، عمرو السوليه، هشام محمد، حمدي فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه، ناصر ماهر، كريم ميدفيد، رمضان صبحي، مروان محسن، حسين الشحات، احمد الشيخ، جونيور اجاييه، جيرالد. دي تشكيله الفريق ان شاء الله تكون موجوده في ماتش الجونه وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي. بشكرك جدا فايز مجدي مراسل قناه النادي الاهلي كان متواجد.